اخوتي وخواتاتي وصحباتي كي دايرين بخير؟ شوفوا اليوم راه انا شاركت معكم النهار الاول ديال الافتتاح ديال المعرض ديال غالغي بن عمر في المعارف الدار البيضاء. كانت حتى الفنانه بشرى اريس ودار واحد الافتتاح زوين بزاف، وكانوا شاركين فيه جميع النساء اللي عارضين المنتوجات ديالهم. كان ملابس تقليديه، كان مواد جميليه، وكاين وكاين. المهم بقاو معايا حتى نهايه الفيديو، وكذلك تلاقيت مع منى التاوي. بقاو معايا. وعليكم كي دايرين؟ مرحبا بكم عندنا بن عمر ان شاء الله. مرحبا بكم والف مرحبا. حتى انتما راه اليوم تلاقيت مع اختي منى. المهم اجي والاثمنه راه جد جد مناسبه، ما يكون غير خاطركم. صحاباتي وخوتي وخواتاتي، هانتوما انا شاركت معكم الافتتاح ديال المعرض ديال غالغي بن عمر. انا دائما كنجيب لكم الجديد والحصري فقط غير عند عالم نسيمة. بالنسبه لهاد الارتيكلات راه ديال الاخ ديال منى التاوي كما كتشاهدوا. بالنسبه لهاد الجليبات هادو جلابه وبنتها، راه انا كنقترح عليكم اليوم بشرى مصممه ديال الازياء التقليديه للنساء والرجال والاطفال كذلك. انتوما صحاباتي وخواتاتي قلتوا لي نسيمة جيبي لنا خياطه تكون كتواجد في السله، ها انا جبتها لكم وكتواجد بالضبط في سوق الثوب حي الشيخ المفضل في السله حدا السبيطار. الهاتف ديالها هو هذا اللي كيطلع في بغيت نقول لكم الرقم الهاتف ديالها هو هذا اللي كاتبه دابا في الفيديو، هو اللي كيطلع لكم ريتما ما نبارطاجي معكم في المحل ديالها مباشره. بالنسبه للموديلات كاين اشكال كثيره ومتعدده، ما غاديش نقدروا او ما غاديش نقدر انا نبين لكم كل شيء، يعني خاص نوريكم كل حاجه على حقها وطريقها، وتلبس لكم شي بنت باش تشوفوا الموديلات مزيان هكا وتقتنعوا، حيت راه
هي اللي كتفصل راسها. انتما كما كنوريكم هاد الثوب هذا ديال الكريب كيجيو فيه جليبات زوينين، كذلك حتى هاد الكيمونو هذا راه كاين الاشكال كثيره ومتعدده، وكذلك كتخيط بالماكينه او باليد، كل واحد يخيط على حساب اللي كيبغي هو وعلى حساب جيبو. انتما ما شاء الله والله اكبر، يعني تنبات صراحه انتما عارفينه ما عمره ما كيدي موضه، كيبقى دائما وابدا. وكذلك كاين الخياطه المعلم، وكاين وكاين وكاين، بقاو معايا الله يرضي عليكم. باش يكون عندنا الاسباس بالنسبه لهادو، هادو هذا مطروز بالطرز حساب، كاين هادو مطروزين بالطرز المسوس اللي كان، دابا حنا غير زربه وخفان يعني مطروز مطروز بعد مسوس، وهذا الراندا شفت السؤال درتي له المسوس غنوريهم المسوس. دابا راه عند بشرى، كيفاش مخدوم على حقه وطريقه، وعندي الخدمه كلها بالرقيق. كاين عاود هاد الثوب هذا الجماهير، كنقولوا انا حبيب الجماهير، الجماهير وجربوا الناس كيحمقوا عليه. هذا عندي فيه جميع الالوان، وعندي كذلك هو مثال هنايا زواق المعلم، هذه باليد سيغتون، كاين باليد وكاين بلا ماشين، اللي بغى شي حاجه مرحبا. كاين عندي هذه المرمه، شوفوا لي المرمه كيفاش دايره، مخدومه بالعقيق حتى هي الماتسون والان جي بي. كاين عندي كذلك هو مثال، شوفوا لي هذا الخيطان هذا كيف تنفس صراحه، شوفوا مخدوم حتى لتحت. هذا راه اللي بغى بالمضمه ديالو كاين، هذه بالمرمه اخر ما كاين. اولي لي كوميمات كيف تنفس صراحه. وكاين عندي هذا النوع ديال هذا بالراندا محصيره هابطه حتى لتحت، عندي هادو مخدومين بالمعلم. المهم الا الا تلفو قدور يجي يصيفطهم لك، قدور غير يقولوا ليه باش راه يجي حتى معروفه، انا تما معروفه هي راه قريبه بزاف. نوريهم الشكيلات الاخرين اللي عندي، كاينه معايا هادي، كاينه عندي فيها هذا اللون هذي، شوف غنوريها لهم نفس المالكه. هادي اللي وريتيني اللي خفيفين هادو بشحال عاملين؟ كاينه هما هادو 500 درهم صافي، 500 درهم. وكاينه هادي، كاين 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 شويه بزاف. شوف اختي بشرى اللي جا من طرفي نقصي ليه شويه زيد. اكيد اكيد اكيد، ما نضيعوش لك المجهود ديالك غير هكاك، انت راه كتسمحي باش الله يرضي المشاهدين، كنقول لي دائما نسيمه انت راه كتسمحي في دارك وفي وليداتك، وكتجي تعاوني المراه المغربيه، انت انت راه عندك حقك. شوف كاينين هاد هاد القفيطنات، هادو بالحزام، هادو بالنسبه لرمضان، كاين بزواق المعلم، كاين من بتين، كاين باب الصنعه بوحديتها، كاين كاين لوشوا كثير صافي، حنا غير اختصار وصافي. وعندي هادو، شوف هادي كيفاش هاد الشكل هذا، هادو مطروزين غير في ليمونش. جوني بحال داك الشكل، شوفي شوفي ليمونش، شوفي ليمونش كيفاش مخدوم، قلت لك جوني بحال الشكل ديال زمان. هذا دابا كلشي رجع لداك الشيء ديال زمان. اييه بنو الابيض شي عروسه ان شاء الله ولا نسا ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بهم كاملين اللي خاصاتو شي حاجه، مرحبا. شكرا بارك الله فيك. المهم ان شاء الله عن قريب نديرو فيديو في السلا مباشره من السلا ان شاء الله. مرحبا بهم، مرحبا بهم. انتم صحباتي وخواتاتي راه سمعتوا العنوان وفين كتواجد بالضبط، كذلك الناس اللي غايجيو من طرفي غتسكرينيو هاد الكارت فيزيت وغتعطيوها لها، وغادي يكون الثمن ديالكم بوحدو ماشي فحال العموم. اللي غايجي من طرفي ويسكريني هاد لاكارت فيزيت ديالها كنأكد غيكون الثمن ديالكم بوحدو غير. ان شاء الله انتظروني، ثم انتظروني في مدينة السلا وبالضبط من سوق الثوب الشيخ المفضل. هذا هو الرقم ديال الهاتف ديالها، وغادي ندوزو عاوتاني باش نعرفكم على معرض او عرض اخر باش تعمل فائدة على الجميع، يعني هذا معرض ديال النساء. ودابا عاوتاني غادي نقترح عليكم مشاركة أخرى باش غادي تتعرفوا عليها، وكذلك حتى الرقم ديال الهاتف ديالها راه غادي نخليه في هاد لا فيديو هذا. كنأكد ما شاء الله والله كبار على نساء المغرب اليوم، ألف تحية وبقاو معايا ما تمشيو فاين. السلام عليكم، شكرا بزاف أختي اللي جات البارح وعجبها الحال بزاف بزاف، شكرا بزاف تبارك الله عليكم، عندي الخدمة ديال الخدمة ديال شكرا لك. هادشي راه كلشي في ميزون، لا فريمون لله تبارك الله علينا الله يحفظك. المهم باش نخرج
تقدر تقلي داكشي بحال اللي خدات اختي داكور جو بيان كدير لا كوموند جو باسي لي كوموند ان شاء الله ورقم الهاتف ديالها هو اللي يطلع لكم في الشاشه بقاو معايا ما تمشيو فين باش غادي تتعرفوا على الشكلات اللي كدير ديال الحلويات هذا هو اللوغو ديال اوديليس باي نوها بالنسبه لهاد الشباكيه انا راه طقتها ما شاء الله والله كبار هذا الشيء غزال وحمقني حباباتي خواتاتي الناس اللي كيعرفوني بزاف راه كيعرفوني انني كنت كندير لي كوموند وخدمت في هذا الشيء بزاف بزاف هذا الشيء انا كنشوفه بالشوفه بالعين الا ما عجبنيش كنعطيه اتساع هذا الشيء راه طقته عندهم الشباكيه اللي مخدومه بالقوام عادي وكاين الشباكيه اللي داخل فيها كذلك حتى اللوز غادي تبقاو معايا كذلك واخا صداع باش تسمعوا الثمن بنفسكم بالنسبه النهاء راه دائما كاينه في كالغي بن عمر وكل نهار كتكون مع هاد الحلويات ومع هادشي كيكون عندها طبق كيتوجدوا نهار بقولاك وخطره تقدروا تجيو تزبروا رفيسه تقدروا تجي مره اخرى تلقاو كسكس بقاو معايا اول حاجه غادي ندوز لكم ليها هي هاد الشباكيه هادي ديال اللوز شوفي اختي هادي شحال فيها من غرام 500 غرام نص كيلو ب 60 درهم هادي ديال اللوز هادي مخدومه باللوز يعني مزيانه وعطيني هذاك الكاوكاو هادي اللي لا اللي مخدومه عاديه هادي 60 درهم وهادي عاديه يعني القوام كيبقى نقول لكم غير الاختلاف حتى هي راه مخدومه مزيان هادي معجونه بالقوام العادي القوام هادي حتى هي معجونه مزيان وكلشي فيها مزيان غير اللوز ما كاينش هادي ما كاينش اللوز هادي معجونه باللوز لاكوت ديال اللوز اي هادي بشحال كيبقى 30 درهم كيلو ب 30 درهم يعني الكيلو 60 درهم وحتى هي راه فيها القوام مزيان كاين اختلاف غير في اللوز فقط يعني القوام راه كيبقى هو هو كذلك غادي ندوز معكم هاك اختي عندك هذا هادو البريوات ديال اللوز اللوز على مخو عقده هيا فيها نص كيلو حتى هي نص كيلو هادي 100 درهم نص كيلو 100 درهم 100 درهم عندك لالا السمن السمن الحار ديال الدار ديال الدار حايل غزال الحريره يطلع هادي السمن ما قلتيليش الثمن ديالها هذا 40 درهم هادي شحال في هاد البواطه هاديك 250 درهم اوكي شنو هذاك؟ هو المعجنه شنو هي؟ هو المعجنه ما عرفتهاش انا الفيلاليه الفيلاليه اوكي عرفتها اييه شنو فيها؟ هذه تبدا بالورقه اييه والعسل اوكي اييه واللوز اللي تيبغي يزينها باللوز كيزينها هذيك في رمضان كتمشى هذا الليمون مصير اييه بالدي ديال الدار مليحه ما في حتى شي مواد بطبيعه الحال ما فيها الصودا لا حتى حاجه طيب على حقه طيب على خاطره على خاطره ها هو معسل هاد العلبه بشحال هادي ب 15 درهم هادي النوبه اييه هادي النوبه ديال الميزون هي معلكه ماشي قاصحه ماشي ما كتكونش قاصحه هادي ديال زرع الكتان هادي واش اللي بغى شي واحد ياخذ الكونتيتي كبيره سوق كيلو سوق كومون شحال كتعمل هادي هادي كدير لا بياس 3 ديرهم هادي 3 ديرهم هادي خلاص هادي الحلوه هادي اللوغا باللوز رطبه هادي 5 ديرهم كبيره هادي هي ندوز هاد القاسكو ساعه كنشوف شنو ندير هذا كله لوز هذا معجون باللوز صحلي صافي راه باين باش اوكي حنا ما غاديش نقطعو بيدينا كما كتشاهدوا نوريكم هانتوما كل اللوز القص بلدي ديال فاس اللي كتعقلوا عليه ديال زمان اوكي هادي السلو هذا السلو عملتو على هذا لا سيناتور ديال نوها دي نوها هذا كله لوز اييه شحال هذا دابا اللي بغا هذا 100 درهم ها هي لا بوط اييه طاع ناضي الخليل ياك ندوزو الخليل كاين ميم غير ريسيت دو جور كاين ريسيت دو جور كاين البقوله نشوف
هذه البقولة ممكن تشهي بلدية البيتنات وعندنا لالا هذا مصاب بزيت البلدية ولا بزيت البلدية الخليع شحال هاد البواطا شحال هذا 140 140 درهم وهذا اهريش ولا ماشي اهريش اهريش وانا قلت له اهريش باش كيصايبوا انا مسمن الملوي شحال هذاك البواطا هذا ب 30 درهم بارك الله فيك على المسيره دار بيضاء دار بيضاء يا دار بيضاء هذا لله خليته هو هذا السكينه كاين اللي ما بالشحمه ما وكاين اللي بزيت العود كاين هذا ريجيم هادو ديال لي كاطو اي المملحات هادو راه كنتو هادو بشحال الساشي هذا ب 30 درهم صافي اختاروا اللي بغاو اللي بغاو كاين ديال 25 خلاص هادو لي صابلي هذا بالكراميل واللوز افيلي وهذا باللوز وكونفيتور هاد البواطا بشحال كتمشي هادو 40 درهم 40 درهم ولكن صابلي فريمون افيك الزبده اللي هي العبار نو ماشي الزبده المزيانه ماشي كنقولوا لا حنا كنقول حيت انا كنت كنخدم في هذا الشيء يعني الزبده العبار ماشي الزبده ديال مانغاري الزبده اللي كيخدموا الناس بمانغاري كيقدم حلوه شي شويه كتبقى في البواطا كدير ريحه بحال السنه تبقى الصابلي صافي تخيل اوكي ان شاء الله يكون خير لا لا ايوا ختامها ميسك غادي ندوز معكم الحصه التجميليه واليوم كنقترح عليكم هاد المواد التجميليه الطبيعيه من عند سيندي كوسميتيك انا راه ما كنبغيش نبارطاجي المواد ديال التجميل او المواد اللي كتخص بالصحه ديال المستهلك تفادي للمشاكل غير مؤخرا عندي واحد الصديقه ديالي شرت واحد شامبون هو صباغه ودار لها واحد الحساسيه مفرطه وحتى عينها ما عرفتيش داكشي الا شفتو التصويره راه تخلعوا ولكن تفادي للمشاكل ما بغيتش نحط لكم عليها كنقترح عليكم سيندي كوسميتيك عندهم مواد طبيعيه مغربيه 100% وانا ما بغيتش ننزل البرودويات ديالهم حتى قلت لهم واش عندكم شي رخصه وشفت الرخصه وحتى نتوما غتبقاو معايا باش تشوفوا الرخصه موافقه عليها وزاره الصحه وعندهم هنايا لاتولي ديالهم هنا في الدار البيضاء اي في الدار البيضاء يا الدار البيضاء وعن قريب غادي ننزل لكم فيديو خاص بجميع المواد ديالهم الطبيعيه ان شاء الله الى بقى العمر الطويل باش تفادي للمشاكل حيت انا ما كنقدرش يعني شي واحد يتضرر في الصحه ديالو او في الجمال ديالو الفلوس الله ينعربو الفلوس الواحد هو يبقى في صحه جيده هذه هي الرخصه اللي عطيها لهم وزاره الصحه بقاو معايا هادو صابون بلدي هذا فلور دورونجي هذا بلافوند هذا بالروز بالورد هاد الباك اللي بغي ياخذوها كامل اللي بغا حاجه حاجه كامل 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 ماشي بلي ماشين اقوى ها نتوما نعاود معكم هذه راه زبده الشيه طبيعيه زيدي عندي هذا كريم ديال الماء اي بي كيتابسورب بالزربة في لابو كيديري لينا باش كيتابسورب وشوفي البارفان ديالو دغيا ديال اييه دغيا كيتشربوا الجلد وما كيكونش داك اللمعان وما تخافيش هذا دغيا كيتشربوا حتى ليكلا وليدغاتاسيون للرجلين وليدين هذا قلتي لي بشحال عامل 80 درهم 80 درهم وهذا زبده الشيه خي ديال بخي المعرض زبدة الشيا ديال 150 وليو دو 190 درهم هذا غوماج ديال لوكور كديري ابخي لو فان فيه العسل وليزيز ديال الليمون وشمع ديال النحل وبيان سور الارغان راه كلشي لي برودوي ديالنا داخل شحال كيبقى بالثمن ديال المعرض 120 درهم يلا 120 درهم الثمن المعرض دابا غادي ندوز معكم عند مريم عندها واحد التشكيله جميله بزاف بزاف ديال الجلالب يعني وهاد الجلالب كلهم يعني الثمن ديالهم جد جد مناسبه بالنسبه لهادو راه دايرين غير 150 درهم
وفي اللوينات. الرقم ديال الهاتف ديالها هو هذا اللي كيطلع لكم في الفيديو. ان شاء الله غادي نضرب لكم موعد جديد عاوتاني من قلغي بن عمر الى كتب ان شاء الله، باش غادي نواكب معهم العروض اللي دايرين وكذلك الاجواء، وكيكونوا حتى بعض الفنانين مشاركين هنا معهم في المعرض. يعني كونوا في هذا الويكاند ان شاء الله الجمعه والسبت والحد ومره طيله هذا الاسبوع كامل. الله يوفقهم والله يفتح عليهم ابواب الخير والنجاح والتيسير في المكان. غادي نقول لكم صحاباتي وخواتاتي عفاكم، ما تنسونيش وتشجعوني بابوني ولايك باش يقدروا هاد الفيديوهات ديالي يطلعوا لواحد العدد كبير من المشاهدين وتعم الفائده على الجميع. ايوا نخليكم تستمتعوا بهاد اللقطات.